لو حبينا ديفاين راديو جرافيك ايمج كواليتي نقول عليها ان هي الفايدليتي with which anatomical structure being examined is rendered on the radiograph. بمعنى احنا دلوقتي بنصور يعني جزء معين من الاجزاء التشريحيه اللي موجوده في المريض، المفروض تطلع لنا صوره مطابقه تماما للاناتوميكال ستراكشر اللي احنا بنصوره. لو حصل فيها اي نوع من انواع الديستورشن بنتكلم على ان الايمج كواليتي ما هياش عاليه في الصوره دي. ممكن يبقى في عندنا بعض المشاكل زي مثلا السبيشال ريزولوشن. هنا السبيشال ريزولوشن زي ما احنا شايفين فيري شارب، يعني نقدر نشوف كل الخطوط ان هي مختلفه عن بعض. لو احنا عندنا سبيشال ريزولوشن ما هياش فيري شارب، بنلاقي ان احنا عندنا في بعض الاجزاء بنلاقي الخطوط متداخله، ما نقدرش نميز الفيري فاين ستراكشرز الموجوده في المريض بشكل دقيق. ممكن يبقى في عندنا حاجه زي جيومتريك ديستورشن، يعني ممكن يبقى شكل الاستراكشر نفسه اللي بنصوره داخل المريض بيبقى موجود في الصوره ولكنه موجود بشكل يعني في ديستورشن، يعني في عنده تغيرات في الدايمنشنز بتاعته، سواء كانت تغيرات في الاتجاه الراسي او الافقي او الاثنين، يعني او عامه لو جينا ناخد منه قياسات مسافات بنلاقي ان القياسات دي ما هياش مطابقه للواقع. فدي طبعا كلها مشاكل بتحصل في الاكس راي وفي يعني اي ايمج موداليتي عموما يعني، ودي طبعا بتاثر لنا على الايمج كواليتي. في عندنا حاجه اسمها الكونتراست ريزولوشن، مش بس السبيشال ريزولوشن اللي هي دقه التصوير، لا في عندنا الكونتراست ريزولوشن بمعنى ان احنا لما بنصور مثلا صوره زي كده، دي صوره شاست اكس راي، يعني لما نبص على الصوره دي بنلاقي ان التفاصيل ما هياش واضحه من بعض، مش شايفين في فروقات كبيره بين الاماكن اللي فيها اللانكس والاماكن اللي فيها ريبس، الاماكن اللي فيها الضلوع والاماكن اللي فيها الرئه. فلو احنا بصينا على صوره تانية زي كده، الصوره دي فيها كونتراست حقيقه واضح جدا، فممكن يبقى في عندنا بعض المشاكل اللي لها علاقه بالكونتراست تتسبب في ان الصوره يبقى فيها يعني صعوبه في التعرف على الخصائص الموجوده فيها. ممكن يبقى في عندنا حاجه ثالثه تعمل لنا مشكله بالنسبه للايمج كواليتي اللي هي الراديوجرافيك نويز، ويعني دي معناها random fluctuations in intensity of the image. يعني مثلا لو شفنا الصورتين دول هنلاقي مثلا لو بصينا على اي جزء من الاجزاء اللي موجوده داخل الصوره هنلاقي فيه هنا حاجه زي structure كده او حاجه زي يعني texture كده موجود عباره عن noise. النويز دي ما لهاش وجود في الواقع الحقيقه، فمعنى كده ان الصوره دي فيها مشكله نتيجه لوجود النويز فيها. في عندنا اسباب كتيرة الحقيقه في التصوير بالاشعه تخلي ان يبقى في الشكل دوت يبقى موجود. لو احنا بنصور بفيلم بيبقى في عندنا الجرينز بتاعه الماده الفعاله الموجوده في الفيلم اللي هي بتتاثر بالضوء وتعمل الاكسبوجر على الفيلم، ممكن يبقى حجمها نفسه ممكن يفرق معانا. ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها ستراكشر موديل برضو نفس الكلام كده، لو احنا بنتكلم على ان يعني برضو في عندنا جرينز والجرينز دي ممكن انها تتاثر بالاشعه، ممكن يبقى برضو تاثرها بشكل راندم ممكن يبقى برضو يعمل لنا نويز. في عندنا حاجه اسمها كوانتم موديل نفس الكلام برضو، دي بقى بنتكلم على الايمج ريسبتورز، الايمج ريسبتورز دي بتبقى ديجيتال سنسورز حسب الاشعه اللي جايه لها ممكن هي تستجيب ممكن ما تستجيبش، لها بعض الاحيان راندم ريسبونس، فدي برضو من الاسباب اللي بتسبب لها نويز. وممكن يبقى في عندنا السبب طبعا اللي هنتكلم عليه اللي هو له علاقه بالسكاتر راديشن، اللي هو كنا بنتكلم ان هو جاي من الكومبتون سكاترنج. الكومبتون سكاترنج بيخلي في عندنا اكسبوجر على الفيلم او على الايمج ريسبتور ملوش اي علاقه بالواقع خالص، ملوش اي علاقه بالاناتوميكال ستراكشر. اول نوع من انواع المشاكل اللي بنجدها في الاكس راي ايمجينج بالنسبه للايمج كواليتي هي لها علاقه بالجيومتريك فاكتور زي الماجنيفيكيشن. الاكس راي زي ما بتطلع من الاكس راي تيوب بتطلع من فتحه صغيره بالشكل ده كده، وبتطلع بشكل يعني في دايفرجنس، يعني بتطلع بشكل كده يعني بشكل مجموعه اشعه كده طالعه في اتجاهات مختلفه في شكل سيكتور. فلو احنا عندنا الاوبجكت بتاعنا مكانه هنا هيطلع الصوره بتاعته على المكان اللي فيه الفيلم او المكان اللي فيه الايمج ريسبتور اكبر بنسبه المسافه دي للمسافه الكليه هنا دي كده. المثلث اللي فوق ده متماثل مع المثلث الكبير اللي تحت ده. المثلث اللي فوق دوت فيه هنا الاوبجكت الاكشوال اوبجكت اللي احنا بنصوره. المثلث الكبير اللي تحت دوت فيه الاوبجكت فيه الايمج ريسبتور اللي احنا بناخد منه الصوره. فبالتالي احنا عندنا الاوبجكت بتاعنا بيتكبر بيبقى حجمه اكبر في الصوره. وحجمه او تكبيره بيعتمد على مسافته من يعني المسافه من السورس للاوبجكت ونسبه لمسافه السورس للايمج.
فبيبقى عندنا ماجنيفيكيشن فاكتور، هو اللي هو عباره عن الايمج سايز على الاوبجكت سايز، اللي هو المسافه بتاعه الصوره، نفس الاوبجكت على الصوره حجمه قد ايه، والاوبجكت الحقيقي حجمه قد ايه، النسبه بينهم هي الماجنيفيكيشن فاكتور. بتساوي بالظبط السورس تو ايمج ديستنس، اللي هي المسافه من اول السورس لغايه الايمج، على السورس تو اوبجكت ديستنس، من اول السورس عندنا لغايه الاوبجكت. فبالتالي احنا بيبقى عندنا مشكله ان احنا عندنا تكبير، والتكبير ده لو احنا تخيلنا ان في عندنا اوبجكتس مختلفه، يعني فرضا عندي اوبجكت هنا واوبجكت هنا واوبجكت هنا، عندهم مسافات مختلفه من السورس، كل واحد فيهم هيبقى له تكبير مختلف، وبالتالي لما نيجي نبص على الصوره في النهايه هنلاقي ان في الاوبجكتس اللي هي يعني تعتبر اقرب للسورس هنلاقي التكبير بتاعها اكبر من الاوبجكتس اللي هي ابعد من السورس داخل الجسم. لو احنا عايزين نعمل مينيمايزيشن للماجنيفيكيشن، عاوزين المسافه بتاعت السورس وايمج ديستنس تبقى از لارج از بوسيبل، اللي هي المسافه اللي يعني بيسيكلي المسافه من اول هنا لغايه هنا تبقى اكبر ما يمكن، وفي نفس الوقت عايزين المسافه اللي هي الفرق دي يبقى اصغر ما يمكن، يعني بحيث ان احنا في الاخر لما بنبص على السورس تو اوبجكت ديستنس هو عباره عن السورس تو ايمج ديستنس ماينس الاوبجكت تو ايمج ديستنس، فبالتالي لما بنصغر المسافه دي بيبقى التكبير بيبقى مينيمال. فعشان كده الحقيقه دايما بنحاول نخلي السبجكت اللي بيتصور لازم يبقى قريب جدا من الايمج ريسبتور. لما بنعمل كده بيبقى الماجنيفيكيشن بيبقى مينيمم، لو خليناه على بعد مسافه من الايمج ريسبتور يبقى ساعتها الماجنيفيكيشن فاكتور ممكن يبقى كبير. في عندنا عامل تاني برضو يعتبر من الجيومتريك فاكتورز اللي هو جيومتريك ديستورشن، وده بيحصل فيه unequal magnification of different portions of the same object، زي ما بنتكلم عليه كده بنسميه shape distortion. بمعنى دلوقتي الديستورشن ده بيديبند على الاوبجكت ثيكنس، البوزيشن والشيب. زي ما احنا شايفين هنا كده نفس الاوبجكت هو هو على نفس المسافه هي هي ممكن يطلع شكل مختلف نتيجه ان احنا بدل ما كنا بنعمل هنا perpendicular projection بنعمل هنا حاجه زي oblique projection حسب مكانه من الاكس راي سورس. فهنا بنلاقي ان شكل السيركل دي بقى إليبس، نفس الكلام هنا لو عندي بقى كوره شكلها هيبقى إليبس بشكله يعني حاد شويه اكتر من الشكل اللي هو اللي كان موجود عندنا في الحاله دي. لما بنتكلم بقى على اوبجكت شكله مش منتظم بيبقى البروبورشنز بتاعته بتتغير تماما في البروجكشن، ودي الحقيقه بتعمل لنا مشكله كبيره. لو احنا عندنا اوبجكت بالشكل ده كده لو احنا عملنا له روتيشن هنلاقي ان شكل الاوبجكت نفسه رغم ان هو نفس الطول هو هو هنلاقي ان طوله بيتغير في الصوره، وده طبعا بيبقى فيه مشكله لان احنا حسب الاورينتيشن بتاع الاوبجكت نفسه جوه الصوره ممكن ان الحجم يتغير، ودي تبقى مشكله بالنسبه لنا ان احنا ما احناش عارفين داخل الجسم اشكال الحاجات نفسها او الاورينتيشن بتاعها شكله عامل ازاي، فتبقى تعمل لنا مشكله ان احنا لما نيجي ناخد قياسات من صوره الاكس راي ممكن يطلع عندنا مشاكل نتيجه للروتيشن بالشكل ده. فبيسكلي لو احنا بنتكلم على عامه لو بنتكلم على الثيك اوبجكت دايما بيبقى الديستورشن بتاعها اعلى من الثين اوبجكت، زي ما بيكون عندنا حاجه بالشكل ده كده لو عندنا ثيك اوبجكت بتلاقي ان احنا عندنا شكل الديستورشن هنا في الجناب بتاعت الاوبجكت شكلها اكبر. لو احنا بنتكلم على الاوبجكت بلين والايمج بلين ار نوت بارلل برضه بيبقى عندنا نفس المشكله. لو انا دلوقتي بتكلم على ان يعني هنا مثلا زي الشكل ده كده الاوبجكت بلين شكله كده والايمج بلين شكلها كده، فبيسكلي حصل ديستورشن لطول الاوبجكت نتيجه ان هما الاثنين مش بارلل. فطبعا بيفرق معانا طبعا ان احنا بنعمل perpendicular projection ولا oblique projection، ويفرق عندنا حجم الاوبجكت، بيفرق عندنا الاورينتيشن بتاع الاوبجكت، وطبعا البوزيشن بتاع الاوبجكت بيفرق عندنا زي ما شفناه في الجزء بتاع الماجنيفيكيشن فاكتور، وكل الحاجات دي الحقيقه ممكن تخلي لنا القياسات من صور الاشعه ممكن يطلع فيها اخطاء نتيجه لكده. احد الجيومتريك فاكتورز ايضا هي الفوكال سبوت بلر. بيسكلي الفوكال سبوت هي بيسكلي هي السورس، هي دي شكل السورس اللي احنا بنشوفه، يعني عندنا الاريا اللي احنا بنعملها اكسايتيشن او بنعمل لها بومبارمنت بالالكترون بروجكتايلز بيسكلي بتبقى هي دي السورس اللي عندي. السورس ده بيبقى له دايمنشنز ما هواش نقطه، فنتيجه لكده لو عندي اوبجكت بالشكل ده كده لو عندي النقطه الاولانيه في السورس بتجيب لي النقطة دي من في الصورة، والنقطة الأخيرة في السورس تجيب لي نقطة تانية هنا، فيطلع لي حاجة زي بلر كده، والبلر ده نتيجة لأن الأوبجكت بتاعي متصور بسورس، السورس ده له فاينايت ويدث ما هوش بوينت. ف
فبالتالي بنلاقي عندنا مشكله الحقيقه، يعني ممكن تعمل لنا مشكله في السبيشال ريزولوشن. السبيشال ريزولوشن بيسكلي عايزين نقطه تطلع نقطه، هنا النقطه بتطلع يعني مسافه، بتطلع بلر، فعلى قد البلر دوت ده بيحدد لي السبيشال ريزولوشن او دقه الصوره عامله ازاي. في عندنا مشكله تانية برضو ممكن ريفير للموضوع اللي هي الافكت اللي كنا اتكلمنا عليه في الجنريشن بتاع الاكس راي. بيسكلي لو احنا عندنا بنتكلم على الدايركشن دوت اللي هي الاشعه اللي ماشيه في الدايركشن ده، بيحصل لها اتنيويشن اكتر نتيجه انها بتمشي داخل التارجت نفسه، فالاتنيويشن بتاعها بيبقى اكبر، فبالتالي بنلاقي عندنا فوكال سبوت بلر اللي هو ناحيه الكاثود اللي هو بعيد عن ناحيه الانود. طبعا هنا بنتكلم على ده الانود، الناحيه الثانيه بتبقى الكاثود، فناحيه الكاثود اللي هي البلور اللي موجود ناحيه الكاثود بيبقى اكبر من البلور ناحيه الانود، فبيبقى في عندنا اختلافات حتى في الفوكال سبوت بلور حسب المكان اللي موجود فيه الفوكال سبوت بلور ده بيبقى موجود فين. طبعا لو بتكلم على ان هو مثلا المسافه هنا كده بنلاقيها صغيره جدا، هنا نلاقيها وسط، هنا نلاقيها اكبر ما يمكن، ناحيه اليمين بنلاقيها اكبر ما يمكن. طبعا عشان نتكلم على فوكال سبوت بلر لو حبينا نحسب القيمه بتاعته كام، في عندنا ايكويشن بيسكلي نفس الكلام برضه، احنا بنتكلم على المسافه دي بالنسبه للمسافه دي كام. فطبعا احنا عندنا برضه المثلثات اللي هي المتمثله اللي احنا كنا بنتكلم عليها نقدر ناخدها برضه في الاعتبار، فنلاقي السورس تو اوبجكت ديستانس على الاوبجكت تو ايمج ديستانس هي نفسها بتساوي الافكتيف فوكال سبوت على الفوكال سبوت بلر. يعني بيسكلي المثلث اللي فوق ده اللي هنا ده كده والمثلث اللي تحت متماثلين، وكل واحد فيهم بيسكلي بيعتمد على المسافه اللي هي يعني الاوبجكت تو سورس ديستانس او الاوبجكت تو ايمج ديستانس. فبيسكلي لو بصينا عليها بالشكل ده كده نقدر نحط الفوكال سبوت بلر بيساوي الافكتيف فوكال سبوت اللي هي المسافه الافكتيف بتاعتنا بتاعه الفوكال سبوت نفسها بتاعه الاكس راي تيوب بتساوي كام، مضروبه في الاوبجكت تو ايمج ديستانس على السورس تو ايمج ديستانس. يعني الاوبجكت تو ايمج ديستانس هي المسافه دي على المسافه دي. فطبعا كل ما احنا صغرنا المسافة اللي هنا دي كده كل ما كان الفوكال سبوت بلر كان أقل. يعني مثلا لو احنا بصينا على النقطة دي هنا كده هنلاقي الفوكال سبوت بلر بتاعها كبير جدا، لو بصينا ان احنا نفس النقطة هي نزلت بقت تحت كده الاوبجكت تو ايمج ديستانس بتاعتها بقت أقل ما يمكن، هنلاقي ان الفوكال سبوت بلر بقى أقل. فاحنا برضو لو احنا عاوزين نقلل مشكلة الفوكال سبوت بلر ساعات بيسموها البنمبرا، بيسكلي احنا محتاجين نخلي الاوبجكت اللي احنا بنصوره يبقى اقرب ما يكون للايمج ريسبتور. كل ما احنا بعدناه عن الايمج ريسبتور كل ما كان الفوكال سبوت بلر مشكلته تبقى اكبر في الصوره. من اهم الاشياء اللي بتحدد لنا الايمج كواليتي في الاكس رايز هي السبجكت فاكتورز. Subject factors هي العوامل اللي بتتأثر بالبيشنت نفسه، يعني البيشنت هو اللي بيحددها مش الـ الأشياء الأخرى. فبداية كده بنتخيل إن إحنا عندنا مثلا لو في عندنا مثلا نتخيل اللي هو السبجكت بتاعنا لو إحنا بنصوره من غير ما يكون في أي حاجة داخله بيطلع لنا مثلا 800 X-ray photons. لو هو داخله مثلا يعني وجبة بالشكل ده كده بنلاقي إن بيطلع 300 photons. فبالتالي بيبقى في عندنا كونتراست بين الوضع ده والوضع ده ممكن نقدر ان احنا نشوفه بشكل واضح جدا. يعني الاجزاء اللي في جسم السبجكت اللي ما فيهاش الوجبه دي بيبقى واضحه ان هي الكونتراست بتاعها مختلف عن الاجزاء اللي فيها. وبالتالي برضو لو احنا بنتكلم برضو على ان الاوبجكت نفسه او السبجكت نفسه ممكن هو بيتكون من عدد من التيشوز المختلفه، منهم عظم، منهم مثلا السكين والفات والماسلز والحاجات اللي زي كده، بنلاقي برضو ان الكونتراست بيعتمد على نسب الاتنيويشن بتاع كل واحده فيهم بالنسبه للاخرى عشان تدينا كونتراست مختلف عند كل نوع من انواع التيشوز المختلف عشان يقدر يبين لنا الكونتراست بين التيشوز الموجوده داخل الجسم. اهم حاجه بتحدد لنا الكونتراست هي الكي في بي اللي هو كيلو فولت بيك. فبيسك لو احنا بصينا على صوره وشفنا مثلا عند 40 و50 60 70 80 90 100 كي في بي هنلاقي ان احنا عندنا السكيل جري سكيل بتاعنا اللي موجود عندنا في صوره الاكس راي، هنلاقي هنا في جزء كبير منه بيبقى لونه اسود.
نتيجة ان الاكس راي فوتونز كلها امتصت، ما فيش اي حاجة فيها يعني وصلت انها تيجي تعمل اكسبوجر للفيلم او اكسبوجر للايمج ريسبتور. في حين ان احنا عند ال 100 بنلاقي ان الجراي سكيل مفروض على السكيل كله، يعني بمعنى ان احنا عندنا هنا شايفين فرق بين هنا وهنا وهنا، كل واحدة من النقط دي شايفين الفرق بينها وبين التانية. فالحقيقة الكي في بي بيسمح لنا ان احنا نقدر نعمل كونتراست بشكل افضل من بقية الاشياء الاخرى، يعني بقيه البارامترز الثانيه ما تقدرش تعمل نفس الفرق اللي بيعمله الكي في بي. عموما لو حبينا نلخص السبجكت فاكتورز نقدر نقول عليهم ان هم لا علاقه بالسبجكت كونتراست، يعني ايه الحاجات اللي موجوده داخل السبجكت نفسه هي اللي بتعمل لنا كونتراست، يعني انواع التيشوز الموجوده، اذا كان عنده مثلا بنبص على عظم او نبص على تيومر مثلا له كاركترستكس معينه، ده السبجكت كونتراست. الاشياء اللي موجوده داخل السبجكت هي بتحدد لنا السبجكت كونتراست. واحدة من الحاجات المهمة برضو هي البيشنت ثيكنس. البيشنت ثيكنس تفرق مثلا معانا ان يكون عندنا سبجكت بيكون نحيف او يعني يكون الى حد ما يعني في وزن زيادة. يعني الحقيقة كل ما كان الثيكنس اعلى كل ما كان الكونتراست بيبقى اسوأ للأسف. التيشو ماس دنسي برضو من الحاجات المهمة زي ما احنا كنا بنتكلم عليه في الجزء بتاع الانتراكشن، لان ده طبعا بيفرق معانا. يعني احنا اتفقنا ان احنا كل ما التيشو ماس دنسي زادت كل ما الاتنيويشن او كل ما الانتراكشن بالكونتور سكاترينج والفوتو الكتريك افكت كل ما كان اعلى. فبالتالي لو في تيشو ماس دنسي، لو في عندنا تيشو معين الماس دنسي بتاعته اكبر هنلاقي الانتراكشن معاه اكبر، وبالتالي هنلاقي فيه كونتراست للتيشو دوت عن بقيه التيشوز الثانيه. برضه الافكتيف اتوميك نمبر، الاتوميك نمبر زي ما اتفقنا ما بيفرقش مع الكونتنت سكاترينج بس بيفرق مع الفوتو الكتريك افكت. فكل ما في عندنا اختلافات في الاتوميك نمبرز بيبقى في عندنا كونتراست نقدر نشوفه من الفوتو الكتريك افكت. شكل الاوبجكت برضه بيختلف، يعني كل ما كان شكل الاوبجكت مثلا دائري بنلاقي ان احنا عندنا الكونتراست في الجناب بتاعته اللي هي بيبقى الافكتيف لينث بتاعها بيبقى اقل، بيبقى بيسكلي بيبقى اصعب من الاجزاء اللي هي بتبقى في النص مثلا، بيبقى في اختلاف بين الاثنين. فالحقيقه الاوبجكت شيب نفسه بيختلف بيخلي شكل الكونتراست يختلف من صوره لصوره. وطبعا زي ما كنا بنتكلم الكيلو فولت بيك هو اللي بيحدد لنا بقى كل الفاكتورز دي هتتصرف ازاي. برضه من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تحصل عندنا في تصوير بالاكس راي حاجه بنسميها الموشن بلر. يعني الموشن بلر زي لما حد بيصور صوره وتطلع مهزوزه، لما واحد بيصور صوره ويحصل حركه في الصوره دي وهو بيصور بيطلع ان السبجكت اللي هو بيتصور او الشخص اللي بيتصور ده بيطلع كده مش شكل واضح كده، بيطلع ان هو يعني الشكل بتاعه مهزوز عن الشكل الطبيعي اللي المفروض يطلع. فبالتالي احنا بنحاول دايما نعمل بروسيجرز عشان نقلل الموشن بلر. مثلا بنحاول ان احنا نستعمل the shortest possible exposure time، يعني لو احنا بناخد الصوره في وقت قليل جدا يبقى معنى كده بنتكلم على ان صعب ان يكون في حركه تعمل لنا مشكله بتاعه موشن بلر. برضو بعض الاحيان السبجكت لو هو بيتحرك بطريقه عنيفه او مش قادر ان هو يكنترول الحركه بتاعته ساعات ممكن نعمل restriction للموشن بتاعته، يعني ممكن مثلا ان هو بشكل من الاشكال يا اما يتاخد سيديشن مثلا، يتاخد حاجه من العقارات المهدئه مثلا، او ممكن ان هو نفسه يبقى في الجزء الوقت اللي هو بيتصور فيه ممكن يبقى محطوط له ريستريكتنج ديفايس مثلا ولا حاجه او ريسترينج ديفايس بحيث انها تمسكه في المكان بتاعه من غير ما يتحرك في اثناء فتره التصوير. وطبعا الحاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي بتحسن لنا في الجيومتريك فاكتورز ان احنا بنستعمل السورس تو ايمج ديستانس تبقى اكبر ما يمكن والاوبجكت تو ايمج ديستانس تبقى اصغر ما يمكن، عشان الحاجتين دول الحقيقه بيقللوا لنا كل العوامل اللي بتعمل لنا جيومتريك ديستورشن، وبتفرق معانا كمان في الموشن بلر ان هو بيبقى اقل لما يكون الوضع بالشكل ده. من اهم الحاجات اللي بتاثر لنا في الايمج كواليتي هي السكاتر راديشن. السكاتر راديشن جايه اساسا من الكومبتون سكاترينج. الكومبتون سكاترينج بيسكلي احنا بنتوقع ان البيم اللي طلع لنا من السورس هنا بيمشي داخل البيشن ويطلع لنا يعمل لنا نقطه هنا. لو فرضا ان انا عندي بيم او عندي مثلا اكس راي فوتون مشي في الاتجاه ده وبعد كده حصل له سكاترينج جه بعد كده عمل لي نقطه هنا، النقطه دي بتعمل لي نويز في الصوره ما بتعمليش اكشوال يعني اكشوال اكسبوجر يبقى له معنى او له قيمه تشخيصيه. فاحنا بيسكلي اي واحد من الاكس راي فوتونز حصل له ديفيشن عن المسار بتاعه ده يعتبر سكاتر راديشن وده بيعمل لنا نويز في الصوره.
لو احنا بصينا على نسبه الانتر اكشنز اللي بتحصل بين الفوتو الكتريك افكت والكومبتون افكت، بنلاقي ان احنا لما بنروح عند الفيري لو كي في بي بيبقى الفوتو الكتريك افكت بيبقى دوميننت، وبالتالي النويز في الصوره بتبقى اقل ما يمكن. كل ما بنعلى بالكي في بي بنلاقي ان العكس، بيبتدي الاثنين يعني يتبادلوا الاماكن بتاعتهم، بحيث ان احنا في الفيري هاي كي في بي الكومبتون سكاترنج بيبقى دوميننت وبالتالي النويز بتبقى عاليه جدا، الفوتو الكتريك افكت بيبقى مينيمم بيبقى قليل جدا. فبالتالي بيبقى عندنا كل ما علينا بالكي في بي الحقيقه بيبقى عندنا مشكله ان الكومبتون سكاترنج وبالتالي السكاتر راديشن اللي موجود عندنا في الصوره اللي هو بيأثر لنا على الصوره بانه يضيف لها نويز بيبقى اكتر. فالحقيقه الحل بتاع حاجه زي كده ان احنا بنحط حاجه اسمها كوليميشن ديفايس. الكوليميشن ديفايس بيسكلي بتقلل لنا المكان اللي بيبقى يعني بيحصل فيه اكسبوجر. يعني فرضا انا هنا عايز اصور الهيد، لما اصور الهيد انا مش عاوز ان انا اكسبوز الجسم كله بحيث يجي لي سكاترنج من الجسم كله، انا عايز بس اعمل اكسبوجر للهيد بس بحيث ان هي تاثر لي او الجزء بتاع الكونتور سكاترنج اللي هيطلع منها يطلع لي بس من الجزء الصغير اللي انا بعمله اكسبوجر. كل ما انا كبرت البيم لو لما بوسع البيم هنا بالشكل ده كده بيبقى عندنا سكاترنج جاي لنا من جميع انحاء الجسم، يعني كل الاجزاء بتاعه الجسم بتعمل لي سكاترنج على الفيلم، فده مش حاجه كويسه. فبالتالي ريستريكتنج البيم ده بنستعمله يعني بنستعمله حاجه اسمها كوليميشن عشان نعمله بيسكلي بيحسن لنا في السكاتر راديشن، بيقلل الاكسبوجر بتاع الايمج ريسبتور للسكاتر راديشن. لو حبينا نشوف امثله للبيم ريستريكتنج ديفايسز اللي احنا بنسميها كوليميترز، بيسكلي بيبقى في عندنا انواع بتبقى ثابته، يعني ممكن يبقى في نوع زي كده بنسميه دايفرام. دايفرام ده بيتحط في يعني قصاد الويندو اللي بتطلع منها الاكس راي في الاكس راي تيوب، بيسكلي بيريستريكت البيم للمسافه او للويندو اللي هي مفتوحه في الدايفرام دي، ونقدر ان احنا نلاقي دايفرامز ديفرنت دايمنشنز بتبقى ثابته في الدايمنشنز بتاعتها وخلاص وذاتس ات. في عندنا انواع اخرى ممكن تبقى شكلها سيلندريكال. سيلندريكال بتعمل كوليميشن بشكل افضل، بتعمل لها كوليميشن البيم بيطلع شكله سيلندريكال بالشكل ده، نفس شكل السيلندر بالظبط. الدايفرام او كل عامه انواع الكوليميترز بتبقى معموله من ميتلز بحيث ان هي اي اكس راي فوتون يخبط في الميتل ده بيبقى ابزوربد ما بيعديش، فبالتالي هنا مش هيعدي غير الفوتونز اللي ماشيه ستريت بالشكل ده كده. الحاجة بقى اللي بتبقى فلكسبل اكتر شوية هي الادجستبل كوليميتر اللي هو بالشكل ده كده، ده بيبقى فيه حاجة زي يعني فيرتيكال وهوريزونتال يعني شاترز كده، والشاترز دي بتقفل وتفتح زي ما احنا بنحددها، يعني بيبقى في عندنا هنا نوبس كده وحسب ما احنا بنحرك النوبس دي بنغير المسافة بتاعت الفيرتيكال ويندو وبتاعت الهوريزونتال ويندو، وبالتالي نقدر نحدد البيم يبقى بالشكل اللي احنا عاوزينه. بيبقى عادة بيتعمل بشكل بحيث ان هو ده بيركب بالظبط على الجزء اللي طالع، يعني بيركب على الويندو اللي طالعه منها الاكس راي في الاكس راي تيوب، وبيعدي بعد كده الاكس راي داخل الكوليميتر. انا بيبقى في عندي هنا حاجه زي ميرور، والميرور دي بتعمل ريفلكشن لضوء بحيث الضوء ده يعني بيسك بيعمل لي بروجكشن على اليوسفول بيم دايمنشن اللي موجود عندي على الايمج ريسبتور نفسه، فاقدر ادجست الاثنين دول اللي هم بيحددوا لي مثلا الفيرتيكال يعني شاترز او الاثنين التانيين اللي هو في الدايمنشن البربنديكولار عليه، بحيث ان انا احدد بيسكلي الاكس والواي دايمنشنز بتوع المسافه اللي بيطلع فيها البيم، يعني اليوسفول بيم اقدر احدد بالظبط يطلع فين بالظبط. وبالتالي الحاجه دي اللي هو الكوليميتر دوت فيري كومنلي يوزد وفيري يوسفول الحقيقه، ان هو بيحدد لنا البيم في الجزء اللي احنا محتاجين نصوره بس، بحيث ان احنا ما يجيلناش سكاتر راديشن من الاماكن الاخرى. في عندنا طريقه اضافيه نقدر بيها نقلل سكاتر راديشن اللي هي بنسميها راديوجرافيك جريد. الراديوجرافيك جريد بيسكلي عباره عن ماتيريال بالشكل ده كده، فيها حاجه زي سبته، حاجه زي يعني عباره عن اكن عندنا مجموعه بليدز كده كلها مصنوعه من هيفي ميتالز، بحيث ان احنا لما يجي عندنا راديشن بالشكل ده كده تسمح بس للاكس راي اللي ماشي ستريت
ما تسمحش لاي اكس راي ماشي بطريقه فيها انجل. يعني مثلا هنا الاقي اللي يسمح للاكس راي فوتون اللي ماشي ستريت هنا كده، الاكس راي فوتونز اللي ماشيه كده او ماشيه كده اللي هي جايه لنا من السكاتر راديشن بتمنع ان هي تيجي توصل للايمج ريسبتور، بحيث ان في الاخر اللي بيوصل للايمج ريسبتور هي الفوتونز اللي ماشيه ستريت من السورس لغايه الايمج ريسبتور، وبالتالي بتقلل لنا جدا 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 السكاتر راديشن اللي موجود عندنا على الايمج ريسبتور. فبيسكلي البرنسبل فانكشن بتاعت الجريد هي ان احنا نحسن بيها الايمج كونتراست، ان احنا نشيل النويز اللي موجوده اللي جايه لنا من السكاتر راديشن بحيث نحسن الايمج كونتراست اللي موجود عندنا في الصوره. فبيسكلي ممكن يبقى في عندنا الجريد، ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها اللو ريشيو جريد، وممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها هاي ريشيو جريد. بيسكلي لما بتكلم على الجريد بنتكلم على المسافه اللي هي طول السبتة اللي موجودة هنا دي، اللي هي عبارة عن البليتس اللي موجودة هنا طولها قد ايه، والمسافة اللي هي فاضية ما فيهاش اي حاجة دي بتبقى عبارة عن ايه، يعني بتبقى مسافتها كام. يعني اتش على دي هي بتمثل لنا جريد ريشيو، وبيسكلي جريد ريشيو دي بتحدد لنا بالظبط ايه اللي بيحصل او performance بتاع الجريد دي عامل ازاي. فالجريد دي عبارة عن شبكة بيسكلي، بس هنا بنتكلم على الشبكة دي لها thickness بحيث ان هي تمنع لنا الاكس راي ان هو يعدي، يعني بطريقه فيها انجل يسمح بس الاكس راي اللي هي ماشيه ستريت ان هي تعدي. فطبعا ممكن يبقى في عندنا هنا لو بتكلم على الهاي ريشيو جريد بيبقى لها بيرفورمانس، لو كان عندنا هنا اللو ريشيو جريد بيبقى لها بيرفورمانس ثاني. طبعا زي ما احنا شايفين كده في عندنا حاجات بتسمح ان هي يبقى فيها انجل، وفي حاجات ما تسمحش يبقى ماشيه بس الحاجات الستريت اللي هي الانجل بتاعتها فيري نارو هي بس اللي تعدي. فلو انا بتكلم على الجريد سيرفيس اكس راي ابزوربشن، بيسكلي لو انا بتكلم على الويث بتاع الجريد ستريب نفسها اللي هي المسافه بتاعت الستريب دي على الويث بتاع الويث نفس الويث ده كده زائد المسافه اللي هو الانتر سبيس اللي بينهم، المسافه البينيه اللي بينهم. فبيسكلي لو بتكلم هنا على المسافه بتاعتنا اللي هي الثيكنس دوت عباره عن تي، والمسافه اللي بينهم عباره عن دي، فبيسكلي بتكلم على الاكس راي ابزوربشن بيبقى عباره عن المسافه اللي هي تي على تي بلس دي. وده طبعا بنتكلم على ان الاكس راي اللي نازله جزء منها بيمتص فيه الستريبس اللي موجوده دي والجزء الثاني بيعدي، فاحنا عايزين نعرف نسبه الاكس راي اللي بتمتص قد ايه، لان دي بتقلل لنا من الاكس راي كوانتيتي. طبعا احنا لازم نفكر في الاكس راي كوانتيتي ان هي يعني في الاكس راي كوانتيتي اللي طالعه من السورس، وفي الاكس راي كوانتيتي اللي هي الفعليه اللي بتوصل للفيلم. فلو احنا حاطين جريد بيبقى في عندنا جزء من الاكس راي كوانتيتي بتضيع نتيجه ان هي بتمتص داخل الجريد، فهنا الاكس راي ابزوربشن اللي هو الفاكتور اللي موجود عندنا هنا ده كده بيدينا نسبه الاكس راي اللي بتمتص، وبالتالي نسبه الريدكشن في الاكس راي كوانتيتي. ممكن برضو الحقيقه نعرف الجريد بحاجه اسمها الجريد فريكوانسي. الجريد فريكوانسي هي بيسكلي بتكلم على ان انا بتخيل دي كده اكنها ساينوسويدال سيجنال او اكنها مثلا سكوير ويف. فانا عايز اعرف انا عندي كام واحده من دول بير يونت لينث. اوكي؟ فبيسكلي انا لو زي ما انا باخد مثلا في الفريكوانسي، لو انا عندي مثلا البيريود بتاع البيريودك سيجنال عباره عن تي، واحد على تي يديني الفريكوانسي. فهنا احنا ما عندناش بقى تي تايم، عندنا تي عباره عن مسافه. فانا بيسكلي انا بشوف ان البيريود بتاعه الحاجه اللي بتتكرر هنا دي هي عباره عن المسافه تي بلس دي. فبالتالي واحد عليها يدينا الفريكونسي. عشان نخليها بوحدات حاجه اسمها لاين بير، يعني لاين بير بير سنتيمتر، لازم اضرب في الفاكتور ده هنا كده. اوكي؟ فبالتالي بيبقى عندنا هنا لاين بير معناها ان في عندي واحده اون وواحده اوف. اوكي؟ فهو بيقول لي هنا انا عندي كام لاين بير بير يونت سنتيمتر بير سنتيمتر، وده بتديني بيسكلي الفكره عن عندي كام واحده من الستريبس دي موجوده، وبالتالي الافكتفنس بتاعه الجريد دي في انها تمنع السكاتر راديشن بيكون قد ايه. طبعا ممكن نتكلم على الحاجه اسمها الكونتراست امبروفمنت فاكتور، هي عباره عن image contrast with grid على image contrast without grid. طبعا دي بتبقى تقاس في الصوره نفسها، بنصور صوره بالجريد وصوره من غير الجريد، ونبتدي نشوف التيشوز الموجوده اللي انا عايز اشوف كونتراست بينها. بحسب الكونتراست اللي هو عباره عن القيمه بتاعه الانتنسيتي عند التيشو الاولاني على الثاني بالنسبه للصوره اللي ما فيهاش جريد،
ونشوف الكلام ده برضو على الصورة اللي فيها جريد، ونشوف الفرق بين الاتنين عامل ازاي. الحقيقة بالنسبة للراديوجرافيك جريدز هنلاقي ان الهاي ريشيو جريدز اللي هي لها هاي جريد ريشيو، والهاي فريكونسي جريدز نتيجة ان فيها اجزاء كتيرة بيبقى فيها ستريبس فبتمتص اكس راي اكتر، فبتزود البيشنت راديشن دوز. طبعا احنا بنزود البيشنت راديشن دوز ليه؟ احنا عايزين في الاخر توصل لنا كوانتيتي معينة في الايمج ريسبتور. فلما احنا بيمتص مننا مثلا 20% من الكوانتيتي بتاعت الاكس راي داخل الجريد، يبقى معنى كده انا لازم ازود البيشنت دوز، لازم ازود الكوانتيتي بتاعت الاكس راي اللي طالعه لي من السورس عشان في الاخر بعد الجريد تديني الكوانتيتي اللي انا محتاجها. فبالتالي لما احنا بنستعمل الهاي ريشيو او الهاي فريكونسي جريد لازم البيشنت دوز بتبقى اعلى، لازم لما نيجي نادجست البارامترز بتاعت التصوير لازم نحط مثلا الملي امبير سكند يبقى اكتر شويه او الكي في بي يبقى اكتر شويه بحيث تعوض لنا اللي هيفقد في داخل الجريد. طبعا للاسف ده بيأثر لنا على البيشنت دوز الفعليه، لان عندنا كميه اكبر من الاكس راي هتعدي داخل البيشنت، فدي طبعا تعتبر سايد افكت او تعتبر يعني حاجه مش كويسه بالنسبه لاستعمال الراديوجرافيك جريدز. زي ما بتكلم هنا بالظبط، لو احنا بنتكلم على لو احنا بنستعمل جريد التكنيك لازم يبقى انكريست. التكنيك عاده بنتكلم على الكي في بي، فبيسكلي لو احنا عملنا كده طبعا احنا ممكن نزود البيشنت دوز اللي هو الملي امبير سكند، او ممكن نزود الكي في بي. والحقيقه ده اللي بيحصل، يعني الفاكتور اللي احنا لازم نزود بيه الحقيقه بنسميه الباكي او الجريد فاكتور. الباكي او الجريد فاكتور ده بيتعرف ان هو الانسيدنت ريمننت اكس رايز على ترانسميتد ايمج فورمينج اكس رايز. يعني بيسكلي ده الاكس رايز اللي جايه لي من السورس على الاكس راي اللي هي بتبقى في الاخر عدت من الجريد وبتوصل بعد كده تعمل الصوره على الايه، على الايمج ريسبتور. فبالتالي بنتكلم ان هي نفسها هي البيشنت دوز وذ جريد على البيشنت دوز وذاوت جريد. فبالتالي الباكي فاكتور ده يقول لي بالظبط انا محتاج ازود التكنيك بتاعي قد ايه بحيث ان انا اقدر اوصل لنفس الايمج كواليتي في الايمج ريسبتور. طبعا بتكلم على يعني لو بتكلم على مثلا امثله، لو عندنا جريد ريشيو مثلا، لو عندنا مثلا نو جريد بنتكلم على الباكي فاكتور بيبقى واحد. لما بيبقى 5:1 بنلاقي ان الباكي بيتغير مع الكي في بي كمان، يعني بيتغير مش بس يعني بيتغير بس مع الجريد، بيتغير كمان مع الكي في بي. فعند ال 70 بيبقى 2، بيبقى 2.5 عند ال 90، بيبقى 3 عند ال 120. فبيسك الافرج بيبقى حوالي 2. لما بتكلم بقى ان انا بوصل ل 16 لواحد بنتكلم على الباكي فاكتور بيوصل تقريبا بيبقى 6. يعني معنى كده انا بعرض البيشنت لست مرات يعني اكتر في الدوز علشان اقدر استعمل الجريد اللي بالريشيو دي. ودي طبعا حاجه ما هياش يعني لازم يكون عندي سبب وجيه الحقيقه علشان احتاج ان انا اعمل حاجه زي كده. فبيسكلي بنتكلم على the higher the grade ratio the higher the bucky factor زي ما احنا شايفين. اوكي، وطبعا لما احنا بنتكلم على الباكي فاكتور له علاقه كمان بالكي في بي، وعاده بيزيد بزياده الكي في بي. طبعا بنتكلم ان احنا كل ما احنا زودنا في الكي في بي زي ما احنا شايفين كده الباكي فاكتور عند الكي في بي الاعلى بيبقى اكتر من الكي في بي الاقل. واحده من العيوب برضو بتاعت الراديوجراف جريد ان احنا بيبقى في عندنا حاجه اسمها الجريد كات اوف. الجريد كات اوف هنتخيل دلوقتي عندنا بيم او عندنا اكس راي فوتون ماشي على الانجل دي بالظبط كده. بلاش الانجل دي، ناخد الانجل اللي هي اقل شويه كده. اوكي، هيمشي هنا هيعدي من السبتا دي، هيعدي من الستريب اللي موجوده هنا، يقدر يعدي منها لان هو عدى جنبيها هنا بالظبط. لو الانجل بتاعته كبيره شويه لما يجي يعدي هنا بالشكل ده كده هيلاقي ان في عنده ستريب ثانيه هنا فيحصل له ابزوربشن فيها. فمعنى كده هنلاقي ان عندنا على جناب الايمج ريسبتور هنلاقي عندنا مشاكل، اللي بيحصل عندنا حاجه اسمها جريد كات اوف. الجريد كات اوف بيحصل انديزايربل ابزوربشن اوف برايمري اكس رايز باي ذا جريدز. يعني بمعنى ده يعني اكس راي فوت المفروض ان هو ماشي مظبوط، ماشي ستريت، ما حصلوش اي سكاترينج، ورغم كده حصل له امتصاص. فبالتالي بنلاقي ان احنا عندنا مثلا لو احنا بصينا الامثله مثلا بالشكل ده كده، هنا مثلا بنتكلم على الـ 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 الصوره دي عندنا فيها الكات اوف باين في الاجزاء اللي هنا دي كده بالشكل ده. هنا الحقيقه لما بتكلم على ان احنا خلينا السورس ديستانس بقت اكتر شويه، بقت متغيره شويه، بنلاقي عندنا هنا اكشوالي بقى في عندنا نسبه اعلى بكتير جدا حصلها كات اوف. الاماكن اللي لونها ابيض دي معناها ان ما حصلهاش اكسبوجر، وبالتالي
بنتكلم على ان هي براكتيكالي يعني ما نقدرش نصور فيها. فبيسكلي بنتكلم على المشكله بتاعت الجريت كات اوف لما نلاقي ان في عندنا مشكله في الفيلم، ان في الاجزاء اللي هي الخارجيه بتاعته اللي هي الاطراف بتاعته ما حصلهاش اكسبوجر، يبقى معنى كده متوقع ان حاجه زي كده جايه من الجريد ريشيو. فبيسكلي الحاجه اللي بتحدد لنا المسافه اللي بيحصل عندها كات اوف هي الديستنس كات اوف، دي بتساوي الدي اللي هي المسافه اللي هي بتاعت الاماكن الفاضيه اللي هنا دي، على الاتش اللي هي المسافه بتاعت الستريب نفسها طولها قد ايه، يعني مضروبه في السورس تو ايمج ديستنس. فكل ما السورس تو ايمج ديستنس كبرت كل ما كان الافكت الديستنس بتاعت الكات اوف كلها كانت اكبر. يعني هنا مثلا بنتكلم على السورس ايمج ديستنس، بنتكلم ان هي مثلا بنتكلم على حاجه اقل شويه، يعني هنا بنتكلم مثلا على 40، هنا بنتكلم على 61، فهنا دي 76 سنتيمتر اسف، ودي بنتكلم على 61 سنتيمتر. فبيسكلي كل ما احنا زودنا المسافه بتاعت السورس تو ايمج ديستنس which is حاجه كويسه، هنلاقي عندنا المسافه اللي بيحصل فيها الكات اوف من السنتر بتبقى ايه؟ بتبقى مسافه اكبر، المسافه من السنتر لغايه المسافه اللي بيحصل فيها كات اوف تبقى اكتر، ودي اللي احنا عايزينها. كل ما كبرت كل ما كان افضل. ف 76 سنتيمتر سورس تو ايمج ديستنس بتبقى افضل من 61 سنتيمتر، زي ما احنا شايفين هنا كده المسافه اللي احنا حسبناها ديستنس كات اوف هي من اول هنا لغايه هنا بقت اقل. فحصل عندنا كات اوف هنا في الجناب بتاعه الفيلم بتاعه. فبالتالي كل ما احنا زودنا السورس تو ايمج ديستنس او خلينا الجريد ريشيو بتاعتنا اللي هي الاتش على الدي بقت اقل، كل ما خلينا ديستنس كات اوف تبقى اكتر، وكل ما خلينا الجريد كات اوف كل ما كان اقل في داخل الصوره. في عندنا انواع من الريديوجرافيك جريدز، في عندنا انواع ممكن تبقى بارلل زي عباره عن مجموعه ستريبس زي ما احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي النوع المعتاد دوت. في عندنا انواع بتبقى كراست، بتبقى عباره عن جريد فيرتيكال وجريد هوريزونتال مخطوطين فوق بعض. في عندنا انواع ثانيه بتبقى بنسميها فوكست، فوكست دي بتبقى متظبطه على مسافه محدده بين السورس وبين بين الديستنس بتاعت اللي هي الايمج ريسبتور. فهنا ما نقدرش نغير المسافه دي، يعني الفوكال ديستنس دي ما نقدرش نغيرها. لو احنا عندنا حاله محتاجين احنا نغير فيها المسافه دي، ودي الحقيقه في معظم الاحيان بيبقى دايما عندنا حالات بالشكل ده كده، بيبقى عندنا صعوبه ان احنا نستعمل نوع اللي هو الفوكس ده. وفي عندنا بقى نوع اللي هو فيري انترستنج الحقيقه اللي هو الموفينج باكي او الموفينج جريدز، ده بيسموه عاده في الكونفنشن بيسموه الباكي. الباكي هو عباره عن جريد بتتحرك، وده الحقيقه الهدف بتاع الحركه دي ان لو احنا عندنا يعني حاجه ثابته بالشكل ده كده، هنلاقي ان في عندنا اجزاء في الفيلم يبقى مطبوع عليها الستريبس الموجوده هنا دي، يبقى في عندنا الصوره نفسها يبقى في عليها خطوط بتمثل الستريبس الموجوده عندنا في الجريد. لما احنا بنحرك الباكي بنحرك الجريد في اثناء التصوير بنخلي الايفكت بتاع الاتينيويشن دوت ما بيبقاش موجود في مكان واحد، بيتوزع على جميع انحاء الايمج ريسبتور، وبالتالي تختفي من الصوره ما يبقاش موجود في الصوره. فبالتالي الباكي بيبقى الحقيقه افضل بكتير جدا من اللي هو الاستيشنري ايمج راديوجرافيك جريد، علشان بيبقى ما فيش عندي في الصوره خطوط او ما فيش عندي الاماكن اللي هي بتاعت الستريبس دي ما تعمليش تاثير على الصوره اللي بتطلع من الايمج ريسبتور. العيب بتاع الايمج ريسبتور ان هو بيريكواير بالكي ميكانيزم عشان يحرك الباكي عشان يحرك الجريد ديت، وده ممكن يحصل له فيلير زي اي حاجه ميكانيكال ممكن يحصل لها فيلير، فممكن تسبب لها مشكله. وممكن برضو ان احنا الميكانيزم دوت بيخلي الديستنس بين البيشنت والايمج ريسبتور ممكن يكبر شويه عشان يبقى في عندنا مساحه يقدر يتحرك فيها الجريد تتحرك فيها، ما يبقاش في حاجه بتعوقها، فبنزود المسافه اللي بين البيشنت وبين الايمج ريسبتور، ودي زي ما احنا شفنا بتعمل لنا مشاكل في الايمج بلر في الفوكال سبوت بلر كان بتاثر بالموضوع ده. الحقيقه برضو الموفينج جريد نفسها ممكن تعمل موشن للكاسيت هولدنج ديفايس، يعني ممكن تعمل نتيجه ان احنا عندنا حاجه بيحصل لها فايبريشن، فممكن تعمل فايبريشن للمكان اللي فيه الايمج ريسبتور نفسه. فلما الايمج ريسبتور بيحصل له فايبريشن بيعمل موشن ارتيفاكت، وده حاجه الحقيقه ما بتبقاش ديزايربل. بس الحقيقه رغم كل الدروباكس اللي موجوده دي الا ان الادفانتجز بتاعت الموفينج جريد اللي هو الباكي far outweigh the disadvantages، يعني مزاياه اكتر بكتير جدا من العيوب بتاعته، لان هو فعلا بيدينا صوره بتبقى اوضح بكتير جدا من الصور اللي فيها ستيشنري جريد.
فبالتالي الحقيقه الناس طبعا بتبقى افضل لما بيكون مثلا بتعمل يعني بتشتري جهاز اكس راي، يستحسن هي لما تيجي تشتري جريد تشتري اللي هو الباكي او الموفينج جريد.